الحقيقة هو مقترح من بعض الأخيان في مراعاة الجانب المادي اللي هو بالحق متعب بالنسبة للجمعيات، خاصة الجمعيات الصغيرة دي تتخبط معنا في صعوبات مالية كبيرة، ونحن مشينا بالرأي هذا وزدنا شركنا الأخيان أغلب الأخيان بخاطر طبعا مش محاضرين في أن نعمل 3 مجموعات ب7 فرق تقريبا لكل مجموعة. حاولنا نقرب الحد الأقصى من المسافات، وتقريبا الأخيان الكل راضين على تركيبة متاع الـ3 مجموعات هذوما. حطينا الصبيخة مثلا مع العالم، مع المتبسطة، مع الشبيبة، مع الملعب القيرواني، خاطر الشبيبة تنشط معنا راهو بفروع المدارس وفروع الأداني. دونك هذوما كل نقربوا لهم المسافات، ولكن نحن زاد في الاني نفسه نفكروا زاد في المعادله الرياضيه اللي الوليدات يلزمهم يلعبوا، وذاك علاش ما نجموش نطيحوا في مجموعه اقل من 7 جمعيات باش على الاقل 14 مقابله مع مقابلات الكاس للوليدات نجموا معناها يدخل في التكوين نتاعهم هذاك، ويعاوننا باش نشوفوا ونكتشفوا المواهب اللي تنجم تصعد من هذه الجمعيات ان شاء الله. معناها بالنسبه لتصفيه الكاس باش تنطلق نهار 25 26 نوفمبر، الجولة اللي بعدها هو لحد اللي بعده يكون 2 ولا 3 ديسمبر، والجولة الأخيرة ولا خلينا نقوله الدور النهائي الجهوي متاع كأس تونس شيكون نهار 9 ولا 10 من شهر ديسمبر، بعدها مباشرة ندخلوا الجولة الأولى بتاع البطولة. التقسيم الجديد هو بطبيعة في بطولة الشبيان، لأنه على كاهل الفرق برشا مصاريف وكنا نمشوا لبرشا مسافات، اخترنا التقسيم الجغرافي باش الجمعيات ما يكونش عندها برشا مصاريف وتنجم تتنقل، ما تبقاش تخسر الفورفي وتعرف الامور هذيا واعد وكل شيء. هذا الكل في مصلحه الشبيه. والله احنا السنه لاول مره مسيوت الرياضيه موجوده في المجموعه ب6 فرق رابط لويت، بالطبيعه مش نلعبوا كاس ان شاء الله نهار 26 ضد مستقبل العلم في ملعب السبيخة، هذا الدور الأول، وبعد إن شاء الله نترشحوا للدور الثاني ونقابلوا عين جلولة إن شاء الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.